ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي او صفحات الفيسبوك في بوست لطيف قوي بيقول رسالة لكل الامهات، بصراحة ودي ليهم حاجات حق. يعني انت بتعملي كام حاجة منها وما بتعمليش كام حاجة منها، اعتقد امهات مصريات كتير بيعملوا كده. بيقول لك لكل ام ما تاكليش البواقي بتاعة الاكل، دي حقيقة. وما تشربيش مطرح كوبايات الولاد، ايوه عشان وسخني استخسار. القبل قبل ما تاكليه. انا بوفر وقت. انا اقول لكم حقيقة، انا بقول لكم احنا بنعمل انت ايه. بتعملي ايه وما يعني انا بتعمليش ايه؟ يعني بصوا كل كلمة، ما تاكليش البواقي وما تشربيش مطرح كوباية العيال عشان خاطر ما تطلبيش لنفسك، اهو بتوفري وهم ينبسطوا واحنا نبقى ناخد وقت. دي بيحصل كلنا بنعمل الحركة دي. ما تقوليش انا الام ولازم اضغط على نفسي اه وتحرمي بالظبط. نفسك من حاجة. بيقول لك كمان يا مفيده ما تشربيش مطرح كوبايات الولاد، احنا قلناها سخني الاكل. اه بيقول لك ما تقوليش انا الام ولازم اضغط على بيحصل نفسي، يا منى. ما تاجليش حاجه بتحبي. معلش محمد كان بيكلمني ما عرفش ان انت ما قلتي كده، تاجليش. خدت بالي. ما لا ده تاجليش انا بقول لك حاجه بنتكلم في بتحبيها. النقط، ما اه تاجليش حاجه بنحبها. احنا بنعمل كده احنا بناجل كل لما حاجه. تبقي عايز تعملي حاجه او مشوار. ده اه انت والله العظيم لو عايزه تروحي تجيبي، تروحي صيدليه او اه تروحي لدكتور او ميعاد عايز تحجزي الحاجه، حاجه بتوجعك بتاجلي كل عشان ام خاطر بتسمع العيال. بتقول اه والله انا احنا دي بنعمل انا كده بعمل كل والله، الحاجات احنا بنعمل كده. بتقول لك كمان زوقي الطبق لنفسك عشان تاكلي بمزاج. ده ايش انا مش حال انا خالص، انا ده مش باكل انا. الطبق وهو بارد، ازوقه امتى؟ احنا بنعمل كده، انت احنا بتاكلي الاكل مؤمنين. بارد؟ انا باكل، عارفه انا اللي هو، بحبه بارد لا انا ما يعني، بحبوش بارد، احبه لكن بارد. انا في اوقات مثلا لما بتيجي احنا العيال ولا حد معاها اصحابها او حاجه، احنا بنعمل الحاجات دي من غير ما احنا ناخد بالنا. احنا بنعمل الكلام ده بتلقائيه شديده جدا وكانه ده الطبيعي. فاحنا النهارده بنقول لكلهم لا ده مش طبيعي، زوقي الاكل لنفسك، ما تاكليش مطرح حد، روحي المكان اللي انت عايزه تعمليه، يعني اهتمي بنفسك. النصايح دي لكل الامهات اللي ما بيعملوش كده، واحنا كلنا ما بنعملش كده. صحيح، عشان يبقى كملي. حتى في تقدير الذات يعني انا عاجبني قوي للواحد. كلي في طقم ما الصيني. تشربيش في بلاستيك كمان، قال لك ما تشربيش في بلاستيك لا وكلي في الطقم الصيني. اه حكايه الطقم الصيني دي اللي ما بيطلعش لما غير يجي عريس للضيوف للبيت، ومن السنه للسنه. ولما ايوه يجي عريس للبلد خايفه او عليه للبنت، يتكسر او هو بيتغسل احنا يتكسر. بنعمل لا كده. ليه؟ استمتعي يعني، هتزوقي الطبق كلي وتاكلي وانتي في طبق قاعده، جميل. دي ليه حقيقه. لا؟ احنا بناكل في المطبخ قدام اه البتاع، ودي حقيقه. خصصي وقت لنفسك، عمره ما اه بيحصل. كل الامهات بيتفرجوا علينا النهارده، فين الوقت اللي احنا بنعمله لنفسنا ده؟ احنا لما حقك نبقى على عايزين، نفسك، تمشي شوية في النادي، تمشي في الشارع، مش تعملي لازم رياضة في البيت خمس بالظبط دقايق بالظبط، أي مش وقت. لازم كل يوم وليمة. كل اه يوم النهاردة بتصحي الصبح عندك ابنك، واحد بياكل ملوخية التاني ما بياكلش ملوخية، فانت هتعملي ملوخية وبامية عشان خاطر الولدين. وفي بنت التانية بتحب البانيه، فالبانيه مع الفراخ المشوية مش هينفع، فلازم تعملي لها بانيه. يعني بجد انت كل يوم بتصحي الصبح علشان خاطر كل واحد في الاساتذة اللي موجودين عايز ياكل حاجة، اه عايز واللي فطار عامل معين دايت، وعايز غدا واللي عامل ودايت دايت. بتاعه. وفين يا اه ماما اكل اه الدايت؟ انا اه بقول الكلام ده عشان احنا بنعمل الكلام ده في ماما. كلنا والله الامهات تعمل كده. آه ما تاكليش اكل مش بتحبيه، وبعدين يوم مش طبخه او بتعملي لهم اكل مالها زي ما بتقول التونة؟ مفيده هتقولي مالها التونه، مفيش مشكله ان انا اكل اي حاجه. ما تقوميش تمسحي والعيال نايمين، استمتعي بوقتك وهم نايمين يعني. اه دي مين بقى حاجة. مين أنا الام أمي، اللي بتستمتع بوقتها؟ ما انت أنا بتقومي تعملي كل حاجه وهم كلنا نايمين. عندنا مبدأ ده، ألحق أنظف البيت قبل ما العيال يصحوا. ليه؟ فعلا استوقفت. ليه؟ ليه؟ يعني ليه احنا بنعمل كده؟ ما نقعد الوقت اللي العيال الحمد لله نايمين فيه، ما نقعد لنفسنا، ما نقعد نقرا الجورنان في البلكونه. ما بقولش ان احنا نعمل حاجات كتير، نقرا الجورنان، نفطر، اقعد مع نفسي كده اشوف انا ورايا ايه، اكتب ورقه وقلم انا ورايا ايه النهارده. ليه دايما احنا لما نصحى الصبح اه لازم نفكر نوضب الاوضه ما واوضب انت لو الاوض ما الفاضيه عملتيش كل الاول الحاجات دي هتبقي وامسح مقصره المواعين؟ وتحسي بذنب وانك انت ما اديتيش بصراحه وقت انا كما بحيي يجب. الامهات اللي والله كتبوا الكلام امهات ده. مكافحات. يقول لك اعزمي على نفسك على ايس كريم. يا سلام، ايه تخيلي المزاج ده؟ لو انا بعمل سناخد ده. حد معايا من الولاد برضه يعني، مش اخرجي هعزم مع نفسي. صاحبتك كل فتره. احنا ممكن دلعي اه نفسك بنعمل وما كده. تستنيش حد يدلعك، ما احنا عارفين ما حدش لا هيدلعك يلاقي حد يدلعه ما النهارده يدلعش عندنا ايه. غلطان.